ودلوقتي هنروح نشوف مع بعض فقرة السوشيال لاب. وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب، ونجمنا النهاردة نجم الراب ويجز اللي بيحتفل بنجاح أغنيته عز العرب اللي غناها في استاد لوسيل بين الشوطين في مباراة الأرجنتين وفرنسا. ده يعتبر أول مصري وعربي يشارك في حفل ختام كاس العالم. حققت الأغنية تفاعل كبير جدا، وحققت أكتر من 500,000 فيو بعد يوم من طرحها على اليوتيوب. تعالوا نشوف ويجز بيعمل ايه على السوشيال ميديا. نبدأ من الفيسبوك لانه اكتر ابليكيشن متفاعل عليها، وبيتابع ويجز 2,800,000 متابع، وهو بيتابع 9 بس منهم عمرو دياب طبعا وبهاء سلطان ومحمد هنيدي. من الفيسبوك نروح للانستجرام، بيتابع ويجز 3,400,000 متابع، وهو بيتابع 349 اكاونت، ونشر لحد دلوقتي 63 صورة وفيديو، واخر بوست نشره كان لصورته في نيويورك سكوير. ويجز من النجوم اللي دايما بيثيروا الجدل على السوشيال ميديا بسبب اغانيه واللوكس اللي دايما بيظهر بيها، فلقينا انه منزل اكتر من 20 صوره للوكس مختلفه في الفوتو سيشنز. من الانستغرام نروح لقناته على اليوتيوب، بيتابع ويجز 3,025,000 متابع، ونشر حوالي 47 فيديو لحد دلوقتي، واخر اغنيه نشرها كانت اغنيه اميره اللي حققت 10 مليون فيو. وبكده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب.